وازيك شباب؟ معكم حلقه جديده معايا يوتيوب جيمر عشان نلعب لعبه ببجي. وطبعا الكابتن اللي معايا قلت له هناخدك على سان هوك بارادايس على طول تسخين كده. يا لهوي يا لهوي والله حرام عليك. طب انا النهارده جاي تفريحي، بص عامل ارجوز نزل قدامنا. ايوه صح. لا قدام قدام في وشك، قدام في وشك والله. انت وري بص. ايوه اذا منزلك قدامهم نزلني. انت منزلني هدف سهل. اجري بسرعه لما اي حاجه في اي حاجه. يلا ايوه ايوه بيخص ثلاثة وراك، بيخص ثلاثة وراك. خبتها. يا بابا بتصوت ليه؟ أيوة. بتصوت ليه؟ ما تخدنيش معاك. الله رب خافش. ايوه اصل هنا في اسلحه زي العسل، هتمشي وتسيبها؟ عيب، ما ينفعش. لا هي اللي تمشي وتسيبني، هي اللي هتجيبني دلوقتي. استر يا رب. يا ابني متقلق ليه؟ مفيش حد جه عندك من هنا من ورا، اهو في واحد ورا. عايز الحق، عايز الحق اجمع. في واحد جه من عندي هنا، هصفه لك دلوقتي. واحد في ظهرنا تاني. طب ماشي انت بس ظبط نفسك، انا قاعد بأمن هنا. حلو؟ اوكي. انت نزلت من البيت ليه يا نوت؟ كلهم من فوق. نزلت البيت، هم اصلا في البيت. لا طب انا داخل لهم البيت، انا ما باخدش الباب. لا ما تخشش، ما تخشش، تعالى انا اوريك حركة حلوة. يا عم تعالى يا عم، انت جبان. تعالى تعالى تعالى. انا مش جبان بس بلاش البيت، تعالى نخش لهم احنا من ورا. في اتنين من عندي، تعالى بس. اصل هو مستخبي النوتي. اهو جاي لي، في اتنين جاي لي. تعالى هنا يا عم، جاي من عندك حبيبي، اتحرك يا عم. انا في ظهرك. ايوه في اتنين جاي من عندي هنا. سامع صوت رجليهم؟ ايوه ايوه ايوه. خلينا انا هنا كده، هبص من هنا ومن هنا. انت اللي عندك وانا امسك. اهو في واحد. تعالى يا نوت هنا بلا سيف. ادي التاني صف يا معلم. ايه ده؟ الحقني. استنى بس، ده العيال اتفنن الخزنه. بص بس بيطلع. والله اتصفى. عايز ميديك؟ والله بص اداني هد ثلاثة راح مطيرها لي. لا انا معايا. هيا يا عم شغل بقى هيك وتثبيت ونينا. في اتنين جايين. اوكي جبت واحد انا. هو تقريبا طلع يجري. عايش. النوت طلع يجري. جبته خلاص. عايز ميديك؟ سلام عليك يا بطل. لا معايا معايا. تمام. بس ضحكني الولد غلبان طلع يجري عشان يخش جوه البيت. راح تديله. هو فرح بيك انت اللي انت وقعت، فاهم؟ ده رجليك انت ولا رجلين حد؟ لا رجليا يعني. مالك يا جدع، امسك نفسك كده، مالك متكهرب؟ سمع حتى اللعبه كلها قصادي. في صوت رجلين دلوقتي صح؟ ولا صوت الرعد؟ عارف صوت الرعد ولا مفيش حاجه؟ ما ترعبنيش انت كده. هدف سهل، ماشي قدامه تقول له انا اهو انا اهو. في واحد عندي. لا. جبت واحد. سلام عليك. في واحد تاني جوه، في واحد تاني جوه. ايوه اللي بالك اللي جوه ده. اه جبني جبني صاحبه. الله عليك يا بابا. بس بقى يلا شباب تشجعكم باللايكات، خلينا نوصل الفيديو ده 40,000 لايك. لما الازايز انقذتك مرتين، التالتة هسيبك. سامع؟ على فكرة هتنقذني ومش هتسيبني. انت جاية اشتغل ايه؟ منقذة. منقذ. المنقذ. في كار. انا كنت كار. ما تخوفنيش بجد. كار. هاتوا هاتوا هاتوا. الله اكبر. الان بدأت الحرب. معاك سكوب 4؟ سكوب 6. ايه يا عم ده احنا عايزين سكوب 4. وعايز ميديك، معاكش ميديك؟ عندي. عايز تعالى خد، تعالى خد، تعالى هنا. جاي لك جاي لك جاي لك هوا جاي لك جاي لك. عايز واحد؟ ستة. يا عم خلص يا عم، هو حرام كش. انت هتنقي والله ما فاهم انا يعني. بص العيال رغم ان هم مشغلين الايم والبطيخ والبتاع مش عارفين يلعبوا. الله ينبات ده. بس احنا عملنا عليهم كمين حلو. في ميديك تاني لو عايز. انا كبست عليهم. اه حلو قوي. هاجي ما انت كنت بصراحه طعم زي العسل. على فكره انا مش مسامحك. ليه يا عم؟ تري عليا تري عليا كمان. كنت طعم عسوله ماشي كده سخنا. سمعت رجلي؟ يلا يا نوت يا نوب. ده انا اللي قايل لك سارق منك كلام. انا وديته فيها على طول، ما استنيتش. انا هستنى عليه ولا ايه؟
يا حبيبي قبل ما تاخد الكلية تستأذن تقول لو سمحت يا ابو الاسيس هاخده ولا ماخدوش؟ ما هيكون جابني طبعا. لا بس برضه تستأذن يا نوتي، هنا في قواعد. سامع؟ اوه ايه ده، احنا خلصنا على نص السيرفر، ايه اللي احنا طب انا هطلع فوق البيوت بقى. ترعالي اتعجنت والله يا عم. انا سامع صوت رجلين. اكيد رجلي انا، هتكون رجلي مين يعني؟ ولا في واحد تاني؟ نوتي. لا انا سامع صوت رجلين بجد. اهو طب انا وقفت اهو. انت تسمع صوت الرجلين وتسمع مش عارف ايه وبتاع وما ادري ايه وخلاص انت هنا. انا بلف المكان كله امان مفيش اي حاجه، وانا طالع لك فوق البيوت بجيب من فوق مفيش اي حد. بس ممكن يطلع لنا واحد والله زي فرع لوز. ليه لا؟ ما تيجي يا عم تشوف الدروب بتاعنا فين. ايوه الى اين يذهب هذا الدروب؟ تعال خلاص دروب. يا عم احنا مسحنا بارادايس، ده جاي عندنا اهو والله. دروب محترم يا عم. بقول طيب لك حلو، هيبقى طعم حلو قوي. يا قول لي لو لقيت سكوب اربعة دين، انا معيش غير ثلاثة بس. ماشي؟ وانا كمان ماسك ثلاثة، اول ما يجي لي اربعة دول. هو ليه مفيش هنا سكوبات عدلة؟ دايما في سكوب حلو في البيت ده. طب خش لوت انت. انا ماشي؟ هطلع فوق وهحاول كده ايه اركز لك مع الدروب كمان. بس حلوة دايما دي، وتروح ما تلاقيش حاجة. لا والله دايما بلاقي فيه دي. الله انت عين نوت يا عم. ما تقولش كده. عينك بقى على الدروب اللي هناك. ماشي؟ ماشي. عايزك تقسم نفسك اتنين. عينك على الدروب وعينك على السكوب. اهو نزل 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 اهو يا عم، احلى سكوب اتنين مفيش زيه اهو. استنى يا جدع، مفيش حد جه؟ حاجه غريبه، مفيش حد جه عند الدروب. الخوف يا صاحبي، او هما بعيد، كل اللي جم اصلا هنا اتفنشوا. يلا خدوا واجري. قاعد بتحبي مود الزحمه الجبان. خدت الدروب؟ خدت تشيس ثلاثة واخدت اسمه ده 100 طلقة، هيظبطنا ده. حلو. يلا بينا نتحرك بقى من بارادايز. يلا. أين أنتم يا نتيهات؟ العربية جت عندنا. ماشى صح؟ لا. هو بيركن فوق ولا بيركن فين؟ شكله فوق تصدق؟ بس هو شكله عارف إن إحنا هنا. محترف ما شاء الله عليه. لا ده مش احتراف، ده ممكن يطلع هاكر. اكيد يا عم، بس انا مش شايف له ملامح. هو عدى من عندك؟ وركن لانه ما مشيش. ناوي يفنشنا يعني. انا هعيد له هنا، من اي شباك هيجي هكون جايبه. هو مش هينزل لك برضه، هيبقى مقلق. طب بص كده عليه انت من فوق. شفت واقف فوق ده، مستخبي في وسط الزرع. مستخبي في وسط الزرع النوت تحت. لا من فوق. هدفت البتاع بالغلط. بقول لك تعالى امشي بعيد احسن عشان مستخبي هو في وسط الزرع. اوكي من فوق، مستخبي في وسط الزرع من فوق. اوكي عايز يعمل لنا كمين النوتي، عارف مكاننا. ما هو انا بقول لك هو جاي عارف احنا فين. طب حلو، يلا نخلع بقى. بس هو هجيبك. ماشي اشوفه، بس اشوفه ازعله لك. عايز اعرف شافنا ازاي ولا سمعنا ازاي. هو بالموتوسيكل. استخبى في واحد فوق. هو طلع فوق، هو طلع فوق. خد بالك في واحد تاني عندنا تحت صح. احنا احسن لنا نطلع البيت. هيجيبنا الولا فوق، في واحد ورايا والتاني بسنايبر. ابو كار عملوا علينا كمين. لا استنى انا هجيبهولك. ابو كار ده الولا التاني ورا في ظهرنا، خد بالك. جبته حلو. الولا التاني هيتحرك. عيب عليك. في واحد تاني بسنايبر. ما ده اللي بسنايبر انا جبتهولك. ده في واحد تاني معاه كاتب. لا في واحد تاني فوق نزل من على الصخور بسرعه. في واحد تاني وراك خد بالك. ايوه نزل من على الصخور شفته. رمى دخان. شفته. اديله لو شفته. في واحد ورا الصخره اللي قدامي دي بيجري على زميله، دخل في وسط الدخان. وفي واحد عندي انا هنا، استنى هروقهولك. ده اللي في وسط الدخان جبتهم لك انا خلاص.
حلو، في واحد عندي انا هنا، في واحد عندي هنا. طب استنى بس اشوف دول. اتفنشوا هما الاثنين. ما تيجي عندي يا ابني، تعالى في دروبات حلوه هنا. في واحد عندي. هجيلك حاضر. طيب ما في واحد تاني فوق فاهم؟ انا ما لحقتش حتى لو نط تحت. انا حاتش الوت. اوكي اوكي بتهزر انت صح؟ هطلع انا من فوق. لا 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 والله هطلع له، هو اللي كان فوق نزل. ماشي يا عم ما تتكهربش قوي يعني. من البيوت دي عايز اجيبه. طب ما تسيبه طالما هو مكبر، مش هنعرف نجيبه. سيبك منه دلوقتي، ركز في اللي انت فيه. في دروبات ورا، روح خدها. في واحد ورا. لا مش شايفه، انا سامع صوت ضرب. ايوه هطلع لك انا معاك. استنى اوكي. شفت انت مكانه؟ لا هحدد لك مكانه على ما انت تيجي بسرعه. انا وراك. معرفتش اوصل له لسه، هو عند صخره من الصخور دي. يا عم ده مقلق يا عم. اوكي يلا بينا نتحرك، ادينا الخطه. بس كان تعالى بس لوت هنا العيال، العيال لو عين هنا تعالى لوت. ايه رايك اللي انا ضربته لك بالكور ده راح فيها؟ تعالى بس لو اوكي. شوف انت الحاجه تعجبك خدها. قشطه يا سلام. على فكره ما كل اللي انا عايزه. طب ماشي ما تقفش بقى كده، تعالى نتحرك. شدت الاعصاب دي. يا عم خليك ريلاكس يا ابو العسعيس. يا عمي حاجه في ببجي يا ابو العسعيس والله. ايه احلى حاجه ايه؟ تحس ان انت بتجري مكان الشخصيه. يا لهوي واخد الكار. انت عارف لما حد بينشيني كار بعمل ايه؟ ايه دماغي بتتحرك معايا. بتربط القمطه دي ولا اسمها ايه؟ صداع. حلو قوي المكان ده، اهم حاجه ما حدش حد مدورنا. اهو الولا نزل، الولا نزل راح البيت النوتي. اهو رايح البيت. شايفه راح البيت، دخل البيت. انا كشفته طلع من البيوت، هو عند البيوت اللي احنا كنا فيها، بس نزل لما شفناه احنا مشينا. تمام؟ بقول لك واحد تاني بسنايبر. أيوة. فوق. مش بقول لك خلي بالك بقى. ما احنا لازم نجيبه ده عشان ده هيجيبنا، هيبهدلنا لو وصلنا فوق. وخباك الولا الاثنين اللي ورانا شايفيننا تقريبا يعني. اوكي 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 اوكي. هنشوف بس اللي بكار ده فين. ده على الجبل اللي هناك. اوعى يا عم على الجزيره اللي هناك. هما اتنين واقفين على الجزيره. اتنين واقفين على الجزيره. يا بتوعي. سيبهم ليه؟ واحد شايفني منشن عليا بالظبط. ها كار ده يا معلم. عارف فين مكاني؟ فين فين؟ اهم يا عم عند الجزيره اللي في وشها على طول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ جالي ده جالي ده. اسكن. لا استنى ازاي يا عم؟ انت اضرب. لا يا سلام، جالي رساله عشان انا جبت كلات كتير. جاب لي ديسكونكت. والله بيقول لي هتتفك مش عارف 10 ما اعرفش ايه لسه مش عارف اخش. بيقول لي لازم تكلم السبورت. بص يا شباب عشان جبت كلات كتير جا وقفني هنا وجاب لي الرساله دي ومش عارف هتتفتح بعد قد ايه. يعني بص الغريب بقى في باب جيم اللي هو بيديك انت كيك لما تجيب عدد كلات كتير كويس، بس اللي بيبقى مش ناشن مثلا بالهاك ما بيدوش كيك كويس. اللي بينط جامب عالي المسافات يعني رغم المسافات تبقى باينه قدامهم ما بيدوش كيك. واللي بينزل بالطياره مش عارف سرعه 1000 كيلو ما اعرفش في الثانيه ولا ايه ما بيدوش كيك. بس عشان واحد زي ابو الاسايس يلا يا عم اطلع بره واستنى مش عارف لحد الساعه كام. فطبعا عشان انا اعرف لحد هنا فالعجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك، واتمنى انكم تشتركوا معانا في كونتر استوجلات معانا. عملنا اللي علينا وفي الاخر اتطردنا. وهشوفكم مره جايه في فيديو جديد مع ايست يوب جيمنج. يلا سلام.